منذ البارحة والحديث عن السقوط الحر لأسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي لم يتوقف، ما بين متوجس خائف وفئة مقللة من شأن ما يحدث وآخرون يراقبون غير مستوعبين ما يحصل وهم السواد الأعظم. كورونا تسبب بكل هذا، أوقف عنا رحلات الطيران وقلل إلى أدنى حد أعداد السيارات التي تقطع المدن، وقضى على حركة السفن السياحية في معظم أرجاء العالم، وعلق عمل الكثير من المصانع. كل هذا كدس براميل النفط، فقل الطلب إلى أدنى مستوياته، وعاظم مع هذا القلاقل. إذا أصبح سعر النفط الأمريكي بالناقص، هل يجب حقاً أن نقلق؟ الكل يجمع على أن تبعات انتشار فيروس كورونا لم تتوقف، والمفاجآت على الصعيد الاقتصادي خصوصاً ستتوالى تباعاً. كل هذا طبعاً وفقاً للخبراء الذين سيكونون ضيوفنا الآن في هذه الحلقة من بانوراما لنفهم منهم أكثر. حولت العقود الآجلة للنفط الأمريكي لأقرب استحقاق أثناء التعاملات الاثنين إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ، وتتلخص أسباب تراجع عقود خام النفط الأمريكي وفق الخبراء في ثلاث نقاط رئيسية. أولها وصول القدرة التخزينية حول العالم لقرب حدودها القصوى، وبالذات في مدينة كوشينغ في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، حيث نقطة التسليم لعقود خامات نايمكس. كما أن العقود التي هوت ما دون الصفر هي عقود خام غرب تكساس لشهر مايو التي تستحق الثلاثاء، وبالتالي سارع المستثمرون في جلسة الاثنين إلى التخلص منها لتفادي تحمل تكاليف إضافية لتخزين النفط لدى استلامه، إضافة إلى غياب الطلب الكافي على النفط في ظل إجراءات مكافحة فيروس كورونا، وما رافق ذلك من توقف شبه كامل لوسائل النقل المختلفة كالطائرات والسيارات والسفن واستهلاك بعض المصانع. تجدر الإشارة إلى أنه تم تخزين نحو 30 مليون برميل يومياً من النفط في جميع أنحاء العالم، تمثل 30% من الطلب العالمي في الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية، وبالتالي حتى لو عاد الطلب إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا فسيستغرق الأمر وقتاً طويلاً لاستهلاك كميات النفط المخزنة. نرحب بضيوف بانوراما لهذه الليلة من الخبر الكاتب الاقتصادي المختص في شؤون الطاقة عبد العزيز المقبل، ومن لندن الدكتور ناصر قلاوون الباحث في الاقتصاد السياسي، ومن ولاية تكساس الكاتب الاقتصادي المختص في مجال الطاقة أنس الحجي. أهلا بكم جميعا معنا في بانوراما. سيد أنس، هل هي كارثة نفطية أم سحابة صيف كما عنونت في مقالك الأخير؟ نعم، في مقال اليوم في الاندبندنت العربية كان هذا هو العنوان. هي طبعا ليست سحابة صيف ولكنها ليست كارثة أيضا. الإشكالية الآن نعم هي المخزون، ولكن عملية حجز المخزون وليس المخزون نفسه، يعني القدرة الاستيعابية للمخزون في كوشينغ بحدود 76 مليون برميل، الآن نحن بحدود 55 في إسا مجال، ولكن الكمية، الفرق بين 76 وال 55 هذه محجوزة. فهي المشكلة الآن أن هناك كميات محجوزة وليس وصول المخزون إلى ذروته. بعبارة أخرى، أنه الشخص الذي ليس له أي كميات محجوزة في المخزون أو في الأنابيب لا يمكن أن يستخدم الأنابيب أو المخزون. الإشكالية الأخرى أننا عندما نتكلم عن الانهيار الكبير في الأسعار ليس هناك مشترين. يعني نحن لو طلعنا على الأرقام الآن، أمس ما بيع فعلا في أسعار سالبة هو فقط 23 مليون برميل. عادة يوميا يباع أكثر من 800 مليون برميل، فالكمية منخفضة جدا. في نفس الوقت كانت أسعار سالبة في كل أنحاء أمريكا الشمالية، ولكن لم يباع برميل واحد بسعر سالب. طيب، بالحديث عن نطاق السالب الذي شهدناه يوم أمس، دكتور ناصر من لندن، اليوم التاريخي الذي شهدناه والوصول إلى نطاق السالب بالتحديد، ما هي الإشارات التي يجب علينا أن نفهمها فيما يتعلق بمسألة العرض والطلب اليوم في السوق؟ أنا عندي نظرة مختلفة بعض الشيء. صحيح أن يعني ممكن للسوق أن ينتعش وتكون صحابة صيف، لكن هناك أمور لا يمكن إصلاحها في أزمة خطيرة تصيب كل أرجاء العالم.
المستهلكين الآن وربما تصيب بعض المنتجين ليس كلهم. أخص بالذكر كندا وبعض قطاعات النفط الروسي التي عندها كلفة باهظة وبالتالي لا تستطيع الاستمرار. روسيا عندها صندوق سيادي تستطيع أن تغطي، كندا ربما، لكن من الأسبوع الماضي كان برميل النفط الكندي 8 دولار وكلفة نقله إلى تكساس 8 دولار تاني، وبالتالي بقي في أرضه. برأيي امتدت الأزمة إلى النفط الأمريكي الآن، وهنا أريد أن أعطي يعني بعض الأمور الإضافية. إذا استمرت الأزمة إلى أكثر من شهر أو شهرين، خوفي الأول ليس على الشركات الكبرى، ليس على أرامكو شركات الوطنية أو شركة النفط الروسية روزنفت أو شركات أمريكية تجارية، خوفي الأول على شركات الخدمة مثل شرومبرجر الكبرى الضخمة وبيتروفاك وشركات تزويد لوجيستيكس، يعني تعطي قطع غيار للشركات الكبرى في بريطانيا وفي غيرها، عندها ربما من 50 شخص إلى 500 شخص. لو تحطمت أو أفلست لا سمح الله فستضرب خطوط الإمداد للشركات الكبرى حتى الوطنية، وبالتالي حتى الانتعاش في أسواق الطلب سيعني مشكلة. اثنين، هناك مشكلة أخرى في الكريدت، يعني من يعطي كريدت لهذه الشركات الصغيرة والمتوسطة. وثلاثة، برأيي قطاعات معينة مثل النفط البريطاني يعاني سابقا من مشكلة في الرأس مال، وبيعت بعض الحقول لجهات خارجية ربما بعض منها خليجية أملا أن يتم تحديثها. نعم. هذا الأمر الآن يصيبه في مقتل برأيي. سيد عبد العزيز، هل يمكن أن تتدخل السعودية بشيء إضافي لإعادة استقرار للسوق النفطي؟ يعني إضافات وإجراءات إضافية على اجتماع أوبك بلس وما توصلت إليه الأخير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولضيوفك الكرام وسائل السادة المشاهدين. السعودية، المملكة العربية السعودية بسياستها النفطية هي الطرف القيادي في هذه المنظومة النفطية العالمية الكبيرة. المملكة العربية السعودية أدت ما عليها على أتم استحقاق، بل واستشرفت هذا الوضع منذ 6 مارس عندما أصرت المملكة أن هناك حاجة فعلية إلى خفض الإنتاج. ولكن جهة الطلب هي المشهد الكبير الآن، لا يوجد هناك الكثير من الطلب ولا يوجد محفزات اقتصادية تقوم بتحريك الطلب. هناك حديث متداول إعلاميا على أن المملكة العربية السعودية قد تخفض أو روسيا قد تخفض أو أطراف أخرى قد تخفض، ولكن المشهد بصفة عامة في هيكلية السوق المادي وحتى السوق الآجل هناك تهاوي في الجهتين وإعادة لبناء هيكلية جديدة للعرض والطلب. ما لم يتم توازن في التحركات من الجهتين فسيكون أي تحرك سابق لأوانه، وننتظر كيف ستتحرك محركات الطلب من الجهات المستهلكة الكبرى التي تعهدت في اجتماع وزراء الطاقة للدول 20 بأن تتحرك وتيرة الاستهلاك لتحفيز الطلب. من وجهة نظري هناك مجهود جبار تم وضعه بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي في تهيئة مشهد العرض بشكل أفضل، وننتظر كيف سيتفاعل جهات الطلب في هذا الموضوع. على كل حال أرجو أن تبقوا معي، وسمعنا عن خامي نايمكس وبرنت، ولكن ما الفرق بينهما؟ سنشاهد توضيح في هذه المادة وأعود إليكم. أعود مرة أخرى إلى ضيوف بانوراما الكرام. سيد أنس، مرة أخرى، هل هذا الأمر سينعكس فقط على الولايات المتحدة في الداخل ولن يكون له أي تأثيرات خارجية بالنسبة لبقية دول العالم التي تعتمد على خام برنت وليس نايمكس؟
الإشكالية الكبيرة أن هناك، أنا لا أتكلم عن نظرية مؤامرة، ولكن هناك أمر أحيك بليل يوم الأحد ليلا. الإشكالية التي نعاني منها الآن أنه عندما تفتتح الأسواق الآسيوية يكون الوقت مساء في الولايات المتحدة، فالتجار الأمريكيين هنا خاصة التابعين للبنوك الكبيرة وبيوت المال لديهم يعني نوع من الأولوية والأفضلية في هذه الحالة، لأن سوقهم يبدأ الأحد ليلا. فاكتشفوا أن الأسعار بدأت تنخفض في آسيا مع افتتاح الأسواق الأوروبية، كان الوقت فجرا في الولايات المتحدة، فحصل شيء في ذلك الوقت. قانونا كل التجار اللي هم بشكل عام ما هم جملة يجب أن يخرجوا من السوق قبل انتهاء العقد بيومين، هذا هو القانون وهذا ما يجري. أما تجار الجملة فيمكنهم أن يبقوا إما لأسباب مالية أو لأسباب أن يأخذوا البراميل. لسبب ما تم شراء كميات كبيرة صباح الأحد ليلا. الآن جولدمان ساكس تتكلم عن أن التجار هم من أسهموا في هذا الموضوع، ولكن يبدو أن ما قالوه فيه خطأ أيضا، لأنهم قالوا أنهم من تجار التجزئة، وهذا غير صحيح، لأن تجار التجزئة يجب أن يخرجوا قبل ذلك. فهم ظنوا أن مع انخفاض أسعار النفط إلى 12 دولار و 11 دولار أن الأسعار سترتفع مرة أخرى، وبذلك يستطيعون أن يحققوا أرباح، وأخطأوا في ذلك ولا يستطيعون التصرف في هذه العقود، فقرروا بيعها بأي سعر كان. الذي حصل أن الأسعار انخفضت إلى مستوى جعل الكمبيوترات، لأن هناك أغلب التجارة مبرمجة، وصلت لحد جعلت الكمبيوترات تعرض عقود لحالها. فلما عرض أول كمبيوتر والثاني والثالث والرابع والخامس، فكان هناك كمية هائلة من العروض موضوعة في السوق. ولو نظرت إلى التسارع الوقت الذي حصل الانهيار بين صفر إلى 40 دولار كان متسارع جدا، ولكن لم يباع أي شيء في ذلك الوقت، كان فقط عروض بيع. الشراء حصل 23 مليون برميل قبل إغلاق السوق مباشرة، وقد يكون من شركة تابعة للشركة التي باعت، يعني قد تكون شركة أم أو شركة حليفة. طيب. معها. لذلك الموضوع فعلا هو موضوع محلي سيلقي بآثاره، طبعا بسبب السمعة وبسبب الأخبار سيلقي بآثاره عالميا، ولكن المشكلة مضاربية بحتة. وما حصل سنكتشف عبر الأيام القادمة أن هناك كان فعلا نوع من الخطأ الذي حصل من بعض المضاربين وبعض بيوت المال الكبيرة. طيب. بما فيها جولدمان ساكس، وسنسمع أخبار قد تكون يعني سيئة لبعض الناس. سأعود في هذه النقطة، ولكن دكتور ناصر هل تتفق مع ما قاله سيد أنس وأن فارق التوقيت قد يحدث فرقا أيضا؟ من الناحية التقنية نعم أتفق، لكن الصورة الكبرى لا تتفق مع هذا الطرح. التلاعب بالسوق يحصل في الأسواق المالية، في أسواق النفط، نحن نعرف المضاربين حتى الكبار مثل فيتول وغيرها وأنت فاجوستا وغيرها تتلاعب أحيانا بالسوق، وهذا مشروع للربح. لكن الآن عندي أزمة عالمية، المضاربين لا يستطيعوا أن يطيحوا بالسوق، فإذا كانت عملية لعبة إلكترونية برأيي هذا لا ينفي الصورة العامة، وأن أوبك وقيادة المملكة العربية السعودية لها ومجموعة العشرين وزراء الطاقة يتحدثون منذ فترة طويلة. وأنا أخذ بالذكر فقط يعني لاعبين كبيرين في الإنتاج وفي الاستهلاك، الوصيفة أو القائدة السابقة لمجموعة العشرين اليابان الاقتصاد رقم 3 في العالم، والمملكة العربية السعودية قيادة المجموعة، هم بلجان مجموعة العشرين بكل اللجان تعاون وثيق بينهم، وبالتالي يعطي فكرة أن المنتج أكبر مصدر ومصنع في العالم اليابان والسعودية هم بتوافق في هذا الأمر، يعني هناك واقعية، هذا ما أريد أقوله في السوق، وبالتالي لعب المضاربين يكون محدود. الآن عندي تراجع في كل المستويات، بالطبع السوق وانهياره حتى لو حصل انهيار هناك تطاحن دولي، يجب أن نعترف بهذا الأمر، لم يكن هناك أي تراجع روسي بمئات الألاف بالبراميل، وبالتالي اللاعبون الكبار الآن الحريصون وعندهم خبرة، أخص بالذكر السعودية عندها عقود من الخبرة في وزارة الطاقة السعودية كيفية التعامل مع تراجع سعر النفط أو علوه. ما أريد قوله الآن، ما هي مصلحة الاقتصاد العالمي، المنتجين والمستهلكين؟ باختصار يجب على المنتجين بحكم تراجع الاستهلاك 30 مليون برميل باليوم على الأقل تقليص الإنتاج 30 مليون برميل، لكن من يقوم بهذا الأمر إذا قامت به السعودية وروسيا
أمريكا كانت متمنعة، الآن السوق يطحن، الذي لا يصلح، هذه اللعبة مفتوحة برأيي، الذي لا يصلح للبقاء والبقاء للأقوى. على كل حال سنتحدث عن دور اللاعبين الكبار خصوصا في سوق النفط في العالم وكل هذه النقاط التي أشرت إليها، لكن سيد عبد العزيز المقبل من الرياض، فقط لنفهم أكثر، هل ممكن فعلا بالنسبة لخام برنت أن يواجه نفس المشكلة نايمكس وأن تتكرر الأزمة في الطاقة التخزينية؟ الأجواء السلبية ستكون معدية للخامات، ولكن علينا أن نقرأ المشهد كما هو ولا ننظر إلى تفاصيل أخرى أو ما نسميه تأشير الأصابع إلى جهة معينة تلاعبت أو خلاف ذلك. قلنا في الأمس أن المشكلة هي في أساس صلب الصناعة النفطية الأمريكية، وأن هذا التهاوي في الأسعار هو بسبب أن هناك في صلب الصناعة النفطية الأمريكية ومشكلة، وأن الأسعار أصبحت هكذا بفعل هذه الأخطاء. ذهب البعض لأن يقول أن الأسعار سترتد لأن هناك عقود آجل حان أوانها وما خلاف ذلك، رأينا الأسعار اليوم ورأينا أين هي، ولذلك ليست مشكلة عقود وليست مشكلة مضاربة، هي مشكلة في أساس صلب الصناعة النفطية الأمريكية، هناك مشكلة في جوهر العرض والطلب، وهناك مشكلة في تنظيم الصناعة النفطية الأمريكية من كامل سلسلة الإمداد المتعلقة بالنفوط الأمريكية. هذا من وجهة نظري. ثم نعود إلى كيف سيكون وضع برنت أو الخامات الأخرى. نعم هي مختلفة في الخواص الفيزيائية وخلاف ذلك، بل وحتى الخواص الإمدادية في خرائط الإمداد للخامات الثقيلة أو خامات برنت، ولكن هذه الأجواء السلبية في النفوط الأمريكية تلقي بظلالها على أسواق المال الأمريكية التي هي تشكل العصب الرئيسي للاقتصاد العالمي. هنا التخوف، وليس التخوف من أن يتأثر بفعل أن كلاهما نفط، لا، هناك اختلاف كبير في خرائط الإمداد، في التمويل، وفي طبيعة العقود التي تتخذها الخامات الشرق أوسطية وخامات البرنت. عبد العزيز، لكي نبسط للناس ولي أي كل المواطن البسيط العادي الذي يريد أن يفهم أكثر فيما يتعلق بما جرى يوم أمس، يعني شهدنا على مواقع التواصل الاجتماعي طفرة في التحليلات وخصوصا فيما يتعلق بالاقتصاد، فقط لكي نبسط ونريح، هل ستتأثر أسواق الخليج، السوق النفط العربي، يعني لدينا مثلا النفط السعودي الإماراتي الكويتي، يعني المخاوف لدى الشعوب العربية والخليجية، لو تطمننا وتشرح لنا أكثر سيد عبد العزيز. نعم طبعا ذكرت حتى في الأمس أن هناك من جهة المنتجين الصخريين الأمريكيين اعتماد أكثر على الوسائل المادية، سواء تحوط أو مضاربة أو وسائل مالية عن طريق السماسرة والتجار وخلاف ذلك. الشرق الأوسط يعتمد على عقود طويلة، ويعتمد على عقود ما بين قامات كبار وشركات وطنية كبرى تعتمد في عقودها على علاقة قوية بين المصدر والمستهلك. في الأساس معظم العقود هذه التي يتحدث عنها شهر مايو أو جون تم إبرامها في الشرق الأوسط منذ شهر مارس، ولذلك لن يكون هناك الكثير من التأثر، ولكن ما نخشى هو أن تتأثر صناعة النفط العالمية، لأنها تعتبر عصب اقتصادي كبير يحمل على عاتقه العودة إلى معدلات نمو عالمي تحفز الطلب وتحفز الطلب على النفوط الشرق الأوسطية في المستقبل المتوسط والبعيد. نعم، إلى سيد أنس مرة أخرى. دكتور ناصر أنهى كلامه قبل قليل بكلمتين، البقاء للأقوى، فبماذا سيغير إنذار أمس في حسابات اللاعبين الكبار في السوق؟ نعم، يبدو أن المقابلة تسير في اتجاهين مختلفين تماماً. هناك موضوع الانهيار والأسعار السلبية، هذا شيء، وموضوع الوضع العام للسوق هذا شيء آخر. موضوع الوضع العام للسوق أنا أتفق فيه مع زملائي في هذا الوضع، ولكن أنا كنت أتصور أن موضوع المقابلة اليوم هو عن الأسعار السلبية. عندما نتكلم عن الأسعار السلبية، لا يمكن في أي سوق بدون مضاربات أن يكون السعر سلبي، لأن البائع ليس مضطراً أن يبيع. لذلك الموضوع هو في النهاية موضوع مضاربات وموضوع قانون يفرض على المضارب أن يستلم الشحنة أو لا يستلمها، وهذا هو السبب. إذا كان هذا هو محور الحوار المقابلة، فهذا هو الشرح لموضوع الأسعار السالبة. إذا كان محور المقابلة
هو وضع السوق بشكل عام، فأنا أتفق معهم تماما في هذا الوضع. بالنسبة للفرق بين عقود نايمكس وعقود برنت، لا يمكن لبرنت أن يكون بالسالب مثل ما صار بغرب تكساس، وهذا يؤكد الفكرة أن الفكرة مضاربية، لأن عقد برنت ينتهي بكاش، بينما عقد غرب تكساس ينتهي بنفط حقيقي. هذا هو المشكلة الأساسية والفرق بين الاثنين. لذلك واضح تماما أن السعر السالب هو نتيجة مضاربية وليس نتيجة الوضع العام للسوق. قلل الرئيس الأمريكي من شأن انخفاض سعر العقود الآجلة للنفط الأمريكي إلى ما دون الصفر، مؤكدا أن هذا سيكون لوقت قصير وأن الأسواق ستتعافى من جديد، وأن إدارته تتطلع إلى وضع ما يصل إلى 75 مليون برميل في الاحتياطات النفطية. الأسعار كانت مختلفة قبل شهر، كانت تتراوح بين 25 إلى 28 دولاراً ولم تكن مرضية لكثيرين، لكنها مسألة اقتصادية أكثر مما هي نفطية، ودول كثيرة بالتعاون مع منظمة أوبك خفضت من إنتاجها، بالإضافة إلى أن الناس لا يستخدمون السيارات والمصانع مغلقة والأعمال بشكل عام قد توقفت. سيد أنس، مرة أخرى، عندما يسارع الرئيس الأمريكي بهكذا تصريحات لإنقاذ النفط ويقول بأنهم سيستغلوا هذا الانهيار الأمريكي الحاصل للأسعار الخام لشراء 75 مليون برميل لملء مخزون أمريكا الاستراتيجي من النفط، إن حصلت هذه الخطوة أليست متأخرة؟ هي هناك في إشكالية كبيرة في هذا الكلام لسببين. السبب الأول أنه أعلن منذ فترة أنهم سيملؤون الاحتياطي الاستراتيجي، ولكن هذا يكلف مبالغ ضخمة، ورفض الكونغرس بشكل كامل خاصة من جانب الديمقراطيين أن يمولوا هذا المشروع، فلم يكن هناك أي خطوات في هذا المجال. وكلامه الآن غير منطقي لسبب آخر، لأنهم أعلنوا منذ 10 أيام أنهم سيسمحوا للشركات الخاصة بملء المخزون بتمويل من الشركات الخاصة، يعني نفط الشركات الخاصة سيضعوا في المخزون. فلا يمكن، هي المخزون 75 مليون ما في غيره، فلا يمكن حساب 75 مليون ستشتريه الحكومة و75 مليون ستضعها الشركات، فهناك نوع من اللخبطة في كلام ترامب. ولكن هناك إشكالية أخرى، أن المغاور التي فيها هذا النفط هي النفط اللي فيها من أنواع معينة، ولا يناسب أنواع النفط المنتجة في غرب تكساس وجنوب تكساس، ولأنه نفط خفيف حلو وبعضه خفيف جدا، بينما النفط الموجود في المغاور هو نفط نوعا ما متوسط ونوع حلو، ولكنه أقل كثافة وأكثر حموضة، وبالتالي قد هنا نرى سبب تعاون المكسيك مع ترامب ودفاع ترامب عن المكسيك أثناء اجتماع أوبك بلس، لأنه في النهاية جزء كبير من النفط المكسيكي في هذه المغاور، وقد يتم هناك تحويل بدل ما أنه يحطوا النفط الأمريكي من غرب تكساس أنه يحطوا النفط المكسيكي بطريقة ما في نوع من التبادل أو بيسموه سواب. أها. طيب دكتور ناصر، فيما يتعلق بمسألة النفط، هناك أيضا سؤال مع نضوب الطلب الفعلي على النفط، يعني الآن النفط أصبح في البر والبحر وحتى ناقلات سواء على سواحل سكوتلاند وأيضا سواحل تكساس تحمل يعني 80 مليون جالون تقريبا من النفط الخام. سؤال يقفز إلى الأذهان ونسأل، لماذا لا تغلق الشركات أبار النفط مؤقتا وتحتفظ بنفطها في باطن الأرض لحين ارتداد الأسعار إلى مستويات معقولة أقله؟ هل هذا تساؤل معقول ومنطقي؟ نعم معقول إذا كانت كل الشركات حكومية في العالم، لكنها ليست حكومية بشكل كبير. التجارية مثل بريتش بتروليوم أو شيل هي تبيع كل يوم ربما مليون أو مليون ونصف برميل، وبالتالي لا تستطيع أن تخسر إلا بالضغط القاسي الآن. لكن أنا أريد أن أعطي رسالة اطمئنان كما قلته في سؤال سابق للمستهلك العربي والمواطن العربي، أن ما حصل أمس لم ينعكس على الأقل في المدى القصير في أسواق الغاز، لم يرجع الغاز بطريقة رهيبة، بقي على سعره 1.90 دولار لهنري هاب، وحدة هنري هاب. واثنين، هناك ترابط بين هذا يعني الغاز والنفط والصناعات البتروكيماوية، ولم أرى يعني لنقل أثار سلبية بعيدة، ما زلنا في وقت الصدمة الآن، وبالتالي كل طرف يراجع حساباته. الآن ما سيحصل
بأن المستثمرين والشركات الكبرى التي جمدت الاستثمار أو أنقصته ربما 50% في هذا العام وجمدت توزيع الأرباح عن العام الماضي عندها مشكلة الآن صغيرة أو كبيرة بالتوقف عن الحفر أو التفكير به تخفيض الميزانيات وبالتالي يعني انتظار ما تسفر عنه اللعبة. عندي حرب الآن سواء حصص أو أسعار إن تنتقل من من قطاع إلى قطاع. طالما نتحدث عن الأسعار دكتور ناصر مرة أخرى إلى سيد عبد العزيز من الخبر حول مسألة الأسعار، هل الأسعار السلبية أمس قد تؤثر على أسعار بيع النفط الخام السعودي؟ هذه المرة فقط أيضا للتوضيح نفهم أكثر. أبدا، النفط الخام السعودي يخرج من وأنا أتحدث أيضا معظم النفوط الخام التي تصدر من الشركات الوطنية في الخليج فهي تخرج من الميناء إلى ميناء الاستلام. أما الخامات الأخرى وما يدخل في الأسواق المالية وأسواق السبوت أسواق الفوري فعندما تخرج الشاحنة يتم المضاربة عليها حتى تصل إلى الميناء الأخير ما يقارب 320 مرة ويتم تداول نفطها بهذا العدد من المرات، ولذلك هناك اختلاف جذري في عملية إتمام العملية. وأطمئن أن الشركات الوطنية في الخليج والنفوط الخليجية أساسيات العمل ثابتة وقوية وصلبة بالنسبة لها، تختلف عن هشاشة الوضع في منتجين الصخر الأمريكي وما كنا نحذر عليه خلال الثلاث سنوات الماضية، وكانت تخرج الوكالات الدولية تقارير دعائية للنفط الصخري. أظن هم المسؤولون الآن عن ما يحصل في النفط الصخري والتضليل الكبير الذي مارسوه خلال الثلاث سنوات الماضية. مرة أخرى إلى سيد أنس من تكساس، دائما السياسة والاقتصاد متداخلان، يعني بالنسبة لتكساس هي مهمة للرئيس الأمريكي خصوصا لمستقبل ولايته الثانية وتاريخيا معقل للجمهوريين، اليوم بعد كل هذه الأزمات التي حصلت ما مستقبل شركات النفط والوظائف؟ يعني هذا قطاع يوظف آلاف ومئات الآلاف من الناس في أمريكا وخصوصا في تكساس. سأجيب عن هذا السؤال ولكن اسمحي لي أرجع لموضوع المخزون لأن هناك نقطة مهمة جدا. اليوم صباحا كان عندي مقابلة مع منصة الطاقة، المقابلة كانت كتابية وهناك رسوم توضح ما يلي، أن الفرق بين السعر الحالي والسعر المستقبلي كبير جدا، وهذا الفرق بين السعر الحالي والسعر المستقبلي يشجع بيوت المال ويشجع بيوت تجارة النفط على تخزين النفط، فتخزين النفط ليس نعم سبب انخفاض الطلب ولكن هناك سبب أساسي وهو أن النفط العائم سببه هو قيام الشركات الآن بالاستثمار في تخزين النفط بسبب الفروق السعرية، والفروق السعرية كبيرة كما تطرح في هذه الرسوم في هذه المنصة. بالنسبة للموضوع النفط والسياسة، ترامب معادي للنفط منذ زمن بعيد، لو نظرنا إلى كل كتبه إلى كل مقابلاته دائما كان معادل للنفط ومعادل لأي ارتفاع في أسعار البنزين، وله كتاب كتب في عام 2011 وهو كتابه الأخير من تلك الفترة، فيه قسم خاص يطالب فيه بتطبيق قوانين معاداة الاحتكار على أوبك اللي هو مشروع إن أوبك في الكونغرس الآن اللي هو الآن طبعا ألغي بشكل غير مباشر عن طريق اتفاق ترامب مع السعودية وروسيا في موضوع التخفيض الأخير. ولكن ترامب يدرك ما يلي، أن تخفيض أسعار البنزين يفيد كل الأمريكيين بكل فئاتهم السياسية، ولكن تخفيض أسعار النفط يضر بمنتجي النفط الذين هم جمهوريين بشكل عام، وهو يدرك تماما أنهم سيصوتون له على كل الحالات لأن البديل بالنسبة لمنتجي النفط خاصة في غرب تكساس أسوأ، وهو يدرك هذه المعادلة تماما، لذلك ما زال يحبذ انخفاض أسعار النفط. وسنتطرق إلى أساليب الحماية، كيف سيحمي الطاقة التخزينية في الولايات المتحدة وأيضا الطاقة النفطية. على كل حال سنتابع ردود الأفعال معكم حين تصدر هبوط أسعار الخام الأمريكي دون صفر عناوين الصحافة العالمية لتسلط الضوء على نفاد الطاقة التخزينية العالمية والخلل الناجم عن مسارعة المستثمرين للتخلص من عقود تسليم مايو قبل انتهاء أجلها.
عكست تغطية الصحافة العالمية حال الصدمة التي انتابت الأسواق من انخفاض أسعار النفط الخام الأمريكي دون الصفر في ظل انخفاض الطلب واقتراب الطاقة التخزينية العالمية من النفاد. صحيفة نيويورك تايمز عنونت: نفط كثير جدا، كيف أصبح ثمن برميل النفط أقل من اللاشيء؟ وقالت الصحيفة إن العالم يستنفد الأماكن التي بإمكانه أن يخزن فيها كل النفط الذي يتم ضخه. وأشارت الصحيفة إلى أن النفط يتم تخزينه بالفعل على المراكب وفي أي زاوية يمكن للشركات العثور عليها. وأضافت أن أحد أفضل مجالات العمل في قطاع النفط هذه الأيام هو امتلاك صهاريج للتخزين. صحيفة فاينانشال تايمز قالت إن الأسعار السلبية للخام الأمريكي كانت الإشارة الأخيرة إلى الأزمة في قطاع النفط في ظل الإغلاقات التي تطبقها سلطات الدول للتخفيف من حدة انتشار كورونا، ما أدى إلى انخفاض الطلب على النفط بنحو الثلث. ونقلت الصحيفة عن محللين في سيتي أنه وفي حال ساءت أحوال الطاقة التخزينية بسرعة أكبر، فإن خام برنت قد يلحق بالخام الأمريكي نزولاً إلى القاع، وسيظل الخام الأمريكي متذبذباً بفعل صعوبة التخزين في الولايات المتحدة. صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت في عنوانها الفرعي أن كثيراً من المتداولين يراهنون على أن وباء كورونا سيكمل دورته ليقفز الطلب على النفط مجدداً في وقت لاحق هذا العام. وأشارت الصحيفة إلى أن انخفاض أسعار الخام الأمريكي دون الصفر شكل تعبيراً فوضوياً عن تضاؤل الطاقة التخزينية لكل النفط الخام الذي كان يفترض أن يستهلكه الاقتصاد العالمي. وكالة بلومبرغ أشارت إلى أن النفط الخام يتدفق إلى منشآت التخزين في كوشينغ بولاية أوكلاهاما الأمريكية بسرعة خطيرة وبمعدل 745 ألف برميل يومياً، بما يفوق استهلاك دولة أوروبية متوسطة الحجم مثل بلجيكا. وأشارت إلى أنه وفق هذا المعدل يمكن للخزانات أن تمتلئ قبل نهاية مايو، وهو ما لم يحدث من قبل. سهى حمدان، العربية. دكتور ناصر، زاوية إيجابية وبارقة أمل نوعا ما إن صح التعبير، جانب مشرق، هل نحن نعيش أحداث لن تتكرر بأن يهبط سعر النفط إلى ما دون الصفر؟ من الناحية الرقمية نعم، بالرغم أنه تراجع في الماضي إلى 10 دولار و12 دولار في منتصف الثمانينات وبعد ذلك مرة أو مرتين، لكن الفارق أن الآن نعيش أزمة صحية يعني اجتماعية اقتصادية، تنهار شركات طيران يعني مشهود لها، وبالتالي لا استبعد انهيار شركات نفطية تجارية، يجب أن أكون واضح، وليس وطنية. لكن من الناحية الاقتصادية نحن في أمر ضاغط كبير، والتنبؤ حتى عند صناع القرار، عند الرئيس ترامب أكبر قرار في العالم، يعني يحاول أن يغطي عثراته أحيانا، وربما أحيانا يعني مشروع هذا الأمر ما بين، قاله زميل أنس، بأن تضارب قوى الضغط اللوبي ما بين المنتجين والمستهلكين في الولايات المتحدة، وربما خوف الرئيس ترامب من حظوظه في الرئاسة يدفعه إلى أخذ مواقف متناقضة أحيانا. لكن الآن من جهة المستهلكين، الدكتور فاتح بيرول في باريس، رئيس أو مدير وكالة الطاقة الدولية، يفرك يديه، ربما لا أقول أسى، لأن تراجع أسعار النفط لم يستطع المستهلكون أن يستفيدوا منه الآن، وبالتالي هذه مشكلة دولية تفوق قدرة يعني المستهلكين والمنتجين لوحدهم، بمعنى أن الأزمة دولية، وهنا التنسيق برأي الدور السعودي. ونقطة أخرى يجب أن أقولها بالنسبة للدول العربية النفطية، حتى ليبيا التي عندها حرب أهلية لكن عندها صندوق سيادي ب 67 بليون دولار مجمد، نعم ضمن عقوبات دولية، وبالتالي لا خوف على الدول العربية المنتجة للنفط من ناحية الأمان الاجتماعي وحتى دعم الشركات، لا أقول المتعسرة لكن الضعيفة الآن، لتجاوز هذه المشكلة. لكن نعم، بالمقام الأخير نعم، نحن السوق الدولي مترابط، والعالم أصبح قرية صغيرة من الناحية يعني الحسية بين المنتجين والمستهلكين، وبالتالي أي
مشكلة عن طرف يؤثر بالطرف الآخر طيب. بشكل عمودي وأفقي. طالما السوق الدولي مترابط كما يقول دكتور ناصر، سيد عبد العزيز من الخبر مرة أخرى، متى سنرى هذا التوازن في السوق النفطي من جهة اتفاق أوبك بلس وكل ما توصل إليه بخفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل بدأ من مي من جهة، وبين أيضا الخفض غير الطوعي لشركات النفط الصخرية في الإنتاج في عملياتها، ما رأيك؟ كل القراءات ستكون منحازة ما لم يتوقف هذا الظرف الطارئ المرتبط بفيروس كورونا، ما لم الأسواق تنتظر إشارة إيجابية بما يخص فيروس كورونا أول، ثم التفاعل بكل ما يأتي بعده، لأن كل ما نراه من هذه الصورة المجهرية في أسواق النفط سببه هو الوضع الحالي من جراء انتشار وتفشي فيروس كورونا. لذلك ما لم تنقشع هذه الضبابة ونرى المشهد بطبيعته لن نستطيع أن نتنبأ بكيف سيكون الحال. الخوف الأكبر هو من أن عدوى انتشار فيروس كورونا تنتقل إلى عدوى انتشار مرض الأسعار في السلع عامة. أنا لا أتحدث عن النفط فقط، ولكن كل سلع العالم مرتبطة بالأسواق المالية، ونخشى من هذه العدوى تضرب أيضا أسواق المال. سيد أنس، مرة أخرى يعني كنا نتحدث عن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفيما يتعلق بمستقبل قطاع الطاقة الأمريكي، كيف سيحمي الرئيس مستقبل الطاقة الأمريكي إذا ما تحدثنا عن صناعة مثقلة بالديون هائلة وأيضا شركات خدمات مرتبطة بها، وخصوصا بأن ورقة ترامب الرابحة كما يصفها والمفضلة نعم. لديه مسألة الاقتصاد. نعم، سأجيب على السؤال، ولكن اسمحي لي بدي أعود لموضوع المخزون. من الصعب جدا أن نقول أن المخزون العالمي سيمتلئ لعدة أسباب. مثلا لو نظرنا إلى الإكوادور، الإكوادور صار في انهيار أرضي أغلق الأنابيب وأدى إلى وقف ضخ 500,000 برميل يوميا. كانت خزانات الإكوادور على الشاطئ مليئة، الآن فارغة تماما. السعودية نفسها عندما قررت زيادة الإمدادات، جزء من الإمدادات سيأتي من المخزون، فهذا يعني انخفاض المخزون. نحن نتكلم الآن من حوالي 20 يوم عندما أدرك المستثمرون أنه سيكون هناك أزمة في المخزون، بدأوا ببناء المخزون في كوشينغ، والآن ما بقي في هناك بحدود 40 خزان تبنى الآن، ما بقي منها إلا السقف فقط، وسينتهي هذا الموضوع بحدود 10 أيام تقريبا، فسيكون هناك سعة إضافية في المخزون حتى في كوشينغ. سيد أنس، عذرا على المقاطعة، لكن الآن ورد هذا العاجل، عقود الخام الأمريكي تسليم شهر يونيو تتراجع مقدار 52%، ماذا يعني ذلك؟ الانخفاض متوقع، انخفاض الأسعار متوقع تماما. نحن حتى وصولها إلى 10 دولارات أو أقل، هذا متوقع ومتوقع منذ أكثر من أسبوعين، فالموضوع هذا ليس مفاجئا في هذه الحالة. ولكن موضوع ترامب، ليس في يد ترامب أي شيء بيده أنه يمكن يعمله، لأنه القوانين التي تحكم صناعة النفط هي قوانين ولايات وليس قوانين فيدرالية. لذلك الآن ونحن نتكلم الآن، هيئة سكة حديد تكساس المسؤولة عن قطاع النفط في تكساس مجتمعة الآن، وقد تقرر بعد حوالي ساعتين تقريبا، قد طبعا في احتمال تأجيل القرار، إذا ما كانت ستقرر تخفيض الإنتاج في تكساس وتجبر كل المنتجين على تخفيض الإنتاج. المشكلة في هذا أنه هو تحصيل حاصل، لأن المنتجين يغلقون الآبار على كل الحالات، فالأمور في يد الولايات وليست في يد ترامب. ماذا عن المملكة العربية السعودية سيد عبد العزيز؟ في مقال على وول ستريت يقول بأن السعودية يمكن أن تتجه إلى خفض الإنتاج قبل ماي، يعني هل هذا ممكن لامتصاص المعروض الكبير في السوق؟ الكثير من التداول الإعلامي لمن سيقوم بالأدوار ومن سيحرك الأسواق، ولكن المشهد الحالي هو في النفوط الأمريكية. المملكة العربية السعودية ليست جزء من هذا المشهد، ولذلك كل ما يتم تداوله في الصحافة العالمية هو محاولة لتوجيه أصابع الاتهام من هنا أو هناك ومحاولة الخروج، ولكن علينا أن ندرك أن المملكة العربية السعودية قادت الأسواق النفطية والصناعة النفطية خلال عشرات السنوات، وهي تقود هذه الصناعة الحيوية اقتصاديا عالميا،
أما ما يدور في النفط الأمريكي فهو يدور بدون تنظيم، ولذلك هي ليست سياسة نفطية ذات قيادة معينة. رجوعا إلى تصاريح الرئيس ترامب، ليست المرة الأولى التي يصرح فيها، بل هي المرة الخامسة تقريبا الذي يقول أنه لن يسمح بأن تكون هناك ضغوطات على منتجي النفط الصخري، ولكن لا نرى أي إجراءات على أرض الميدان على أرض الواقع من شأنها أن تحسن المشهد عند منتجين النفط الصخري. طيب دكتور ناصر، ما المتوقع لكي نختم معك اقتصاديا انهيارات جديدة غير النفط على مستوى العالم؟ أولا الواقعية، أضيف على ما قاله الزميل عبد العزيز من شرق السعودية، الواقعية عند اللاعب الكبير الولايات المتحدة بغض النظر عن قوى الضغط واللوبي وغيرها، الواقعية باستجابة لمجريات السوق الواقعية في العالم، هذا رقم واحد، سواء انتخذه ترامب أو بالتفاهم مع قوى الضغط. اثنين، بالنسبة لي يعني الدول العربية وغيرها، أنا برأيي أن هناك وسادة أمان كما قلت، وثلاثة الشركاء، بمعنى الشركاء خوفي هنا ما قاله الأستاذ عبد العزيز أن ينتقل الصدمة من أسواق الطيران والسفر والسياحة إلى النفط، لعبة الدومينو تصل إلى يعني سوق النفط العام والأسواق المالية. كل المؤشرات اليوم في الخط الأحمر في الشرق والغرب، وبرأي البنوك المركزية تقوم بجهود جبارة لا تعلنها أحيانا لدعم هذا الأمر. هل يستمر؟ هناك يعني رواية تقول أن ربما يلجأوا إلى قفل أسواق الأسهم والسندات استشرافا لمنع انهيار كما حصل في 2008-2009. هذا ليس خبر مزعج بحد ذاته، لكن إذا كان تنسيقيا فللأفضل، لكن تبقى بقعة الضوء هي في إنجاز صحي وترك يعني تخفيف إجراءات العزل الاجتماعي والصناعي. حركة التجارة العالمية تتراجع ربما 20%، وكل اللاعبين يخسرون، لكن ما عنده وسادة أمان هم دول الخليج العربية. وبالتالي أنا لست مطمئن جدا لوسائل أرامكو ووسائل وزارة الطاقة السعودية لنقل إدارة الأزمة، وأتوقع استجابة الطرف الأمريكي بأقصى سرعة. طيب سريعا وفي أقل من نصف دقيقة سيد أنس، إذا ذهبنا إلى إفلاسات بقطاع النفط الصخري، هل تستطيع أن تتعافى أم القادم أسوأ؟ القادم أسوأ. النفط الصخري سيخسر بحدود 2 مليون برميل يوميا بنهاية العام. بعضها يمكن طبعا هو الخسارة ستكون أكبر، ولكن ما لا يمكن استرجاعه بحدود 2 مليون برميل يوميا. أعتقد أن الوضع سينتهي كالتالي: السعودية هي الدولة الأولى في الإنتاج في العالم، تليها روسيا، ثم الولايات المتحدة. الولايات المتحدة ستنتهي في المركز الثالث بدل المركز الأول من ناحية الإنتاج عالميا. شكرا جزيلا لكم أنس الحجي، الكاتب الاقتصادي المختص في مجال الطاقة من تكساس، وأيضا أشكر دكتور ناصر قلاون الباحث في الاقتصاد السياسي، ومعنا أيضا كان الخبر الكاتب الاقتصادي المختص في شؤون الطاقة عبد العزيز المقبل. إلى هنا تنتهي بانوراما، هذه تحية وإلى اللقاء.